بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور احمد سيد من الشرقيه، يعني اللهم لك الحمد. دكتور محمد مرسي حلقه في سلسله وامتداد لجهاد طويل ممتد عقب يعني عبر 80 سنه. يعني املنا في الله عز وجل كبير جدا ان هو ساق الينا هذا الرجل في هذا التوقيت. مش مصر بس وحدها اللي بتنتظر، يعني مش مصر بس اللي عيونها بتطلع على الدكتور محمد مرسي. يمكن من طالع الحظ ان احنا جنب هنا اخواننا في الثوره السوريه كلهم بيهتفوا وبينادوا على يعني الثوره المصريه ان تشد من ازرهم. كلنا امل ان شاء الله رب العالمين هذه الثوره التي صنعها الله عز وجل ان تكتمل حلقاتها حتى النهايه، مرورا بمحمد مرسي ومن يعقبه وبيه ومن غيره مكملين ان شاء الله ثورتنا. شكرا.